بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما أجمل العيش مع النبي عليه الصلاة والسلام، وما أجمل العيش في داخل بيته، ما أجمل إن احنا نعيش مع سيرته ونحاول نتعرف على كيف كان عليه الصلاة والسلام في داخل بيته، حتى نحاول نطبق هذا الكلام في داخل بيوتنا. يا جماعة، النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته مع أهل بيته كان عنده هدف واضح، الكل ماشي باتجاهه ماشي نحوه. يا ترى هل بيوتنا زي كذا؟ بدأت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يكثروا من الطلب عليه من أمور الدنيا وهو ما عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه اللي يجيله من الخيرات ما هو في يده، يوزعه للناس. ما كان فقير عليه الصلاة والسلام، لكن أي شيء كان يجي يوزعه للناس من كرم نفسه عليه الصلاة والسلام. فلما كثروا عليه أنزل الله التخير لهم. يا أيها النبي، قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وأطلقكم وننفصل عنكم. والعكس، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآية كان فيها تخير، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته للسيدة عائشة وللبقية، إيش تختاروا؟ تبغوا الدنيا ولا تختاروا ما عند الله وتصبروا معايا؟ فكلهم اختاروا ما عند الله، اختاروا إنهم يصبروا مع النبي عليه الصلاة والسلام، اختاروا الدار الآخرة. أحياناً ممكن نوصل للحظات، يا جماعة ترى هذه حياتنا وهذا وضعنا، إيش أهدافنا وفين نبغى نوصل؟ بيت النبوة كان هدفه واضح، ما عند الله عز وجل خير وأبقى. يا ترى هل نضع هدف في بيوتنا إنه إحنا هذه البيوت تجتمع في الدنيا على طاعة وعلى محبة وعلى خير، وتجتمع في الآخرة بيت في الدنيا يتلوه بيت في الآخرة؟ ما أجمل نرفع هذا الهدف الواضح ونتعاون عليه ونبذل كل ما نستطيع ونذكر بعضنا البعض كل فترة بهذا الهدف. إحنا هدفنا رضا الله وما عند الله. والله لو فعلنا هذا سنسعد في الدنيا قبل الآخرة. يا رب اجعل أهدافنا في بيوتنا على ما تحب وعلى ما ترضى، وأن ننال رضوانك ومحبتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على خير خلقك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.